شو الموضوع؟ انت كيف بتعاملي ابني محمد بهالاسلوب؟ ليش انا؟ كيف عاملته لابني؟ عاملتيه بشكل سيء، ابني حكالي ووصل لي كل شيء. هويام هلأ مو وقته. سلطانة الموضوع ما بينسكت عليه. طولي بالك، خصصنا جناح لمحمد ويلي صار سوء تفاهم. كيف يعني؟ ما انت لو سألتيني بالأول وقبل ما تعصبي كنت جاوبتك. نحن خصصنا جناح تاني مشان الأمير محمد، والجناح حلو بس لازمه شوية تصليحات. أنا بعرف أنه أنت ورا كل هالقصة، بس رح يجي يوم وتندمي فيه على كل شيء. من الأحسن أنك تسكتي. انتبهي منيح، لا تفكري أنك رح تضلي مسؤولة الحرم لك، لأنه مستحيل يستمر هالشي. بكرة منشوف يا ست هيام. كثير واثقة بحالك سلطانة. معقول أنتوا تسمحوا بهالشي؟ أنت سمعتيها شو قالت؟ هيام خلص بكفي، خلص.